الصحافة هي الأساس على فكرة. الصحافة دي اللي بتوعي الناس، بتعلم الناس، بتفهم الناس، بتنقل الخبر، بتعمل التقرير. الصحافة هي القلب. بالعكس الصحافة لها الدور الأهم في محاصرة الإرهاب وفي حصار الإرهابيين، وبالتالي الصحافة من هنا جه دور النقابة في دعوتها لهذا المؤتمر، لأن النقابة هي لازم تقود بمثل هذا العمل ومثل هذا التحرك، ولا يجب أن نتأخر على الإطلاق. وبالتالي دي كانت حركتنا ودعينا النقابات، وأنا بشكر السادة النقباء وكل النقابات الحقيقة النهاردة لأول مرة، وبقول تاني لأول مرة، كل النقابات المهنية تجتمع بلا استثناء، مفيش نقابة اتأخرت ولا نقابة ما جاتش، كل النقابات جت. ده حدث تاريخي أنا بعتقد أنه بيؤرخ لعمل النقابات المهنية وفي وحدة المصريين لمساندة دولتهم ضد الإرهاب وضد مخاطره. تعليق حضرتك على تصريح علاء عبد العالي أن قانون الطوارئ برضه هيتطبق على لا انا مش عارف الحقيقه يعني ايه الكلام ده، مش فاهمه يعني، لكن ربما يعني قانون الطوارئ يعني هو بيطبق على الكل يعني، لكن مفيش حاجه اسمها على الصحفيين يعني يطبق على الصحفيين ليه يعني. لا مساله عاديه يعني ما فيش حاجه. وقانون الطوارئ لا يستهدف احد، بين قانون الطوارئ بيستهدف المصلحه العامه في وقت صعب احنا بنمر فيه وعايشينه بس، وبالتالي من هنا بتاتي ان احنا بنساند هذا الاجراء عشان الوقت صعب والظرف الخاص اللي بتمر بيه مصر.